السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم انفو تيكسان. اليوم سوف نتعلم كيفية إنشاء موقع ويب بالمجان عن طريق حسابنا جوجل. طريقة جد سهلة، يجب فقط التوفر على حساب جوجل، ندخل حسابنا مع الباسورد القن السري هنا على كونيكسون، نذهب هنا أبليكاسيون جوجل، ننقر على بلس، ننقر على أوت ريزلتا جوجل، يظهر لنا جميع المنتجات جوجل التي يمكن استعمالها. اليوم سوف نختص في إنشاء موقع ويب، موقع إنترنت. ندخل هنا جوجل سيت ويب، خير دي سيت ويب اي دي بي كيستو أو سيكوريزي، أي أن الموقع سيكون سيكوريزي. سوف نبين ذلك لاحقا. ندخل ننقر على كري، نعطي اسم للموقع الذي نود إنشاءه، كمثال انفوتيك فاندو. سيكون اسم الموقع على هذا المنوال، هو موقع بالفعل سيكوريزي مأمن https://sites.google.com/sites/sites infotechfan2. نضع على الصفة عروبة نختار التيم الذي نود استعماله، سأخذ أي واحد على سبيل المثال. عندما ننقر عليه يتم اختياره يكون أزرق، ننقر على كفاية كرياسيون دو بوتونسيون. انتظر هذا الشيء، لن يأخذ الكثير من الوقت. وقد تم تسجيله بالفعل، سيكون طريقة الدخول إليه عن طريق كتابة اسمه كالآتي. الآن لتبديل أي شيء في داخل الويب سايت الذي تم إنشاؤه، نذهب هنا موديفي، يمكننا التعرف على ما يمكن استعماله كإدخال صور لليان معلوماتية، وأكثر يمكنكم التعرف على مكونات في هذا لاحقا. أتمنى أن هذا الفيديو قد أعجبكم، وسبسكرايب على شان انفوتيك فان. مرحبا بكم، إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.